سأدع زملائي يعرفوا عن أنفسهم، ولكن أريد أن أقول أن in particular the political level, the political participation of women in the decision making entities. They appreciate your visit because they would like to mention the achievements of women through the council of the women. حققتها المرأة في منطقة شمال شرق سوريا في تسع سنوات التي مضت. This all of us, you know, are you know activists, women's activists, but you know. وزير صحة سابق وأيضا مستشار لوزير الخارجية ووزير الدفاع البريطاني. أن المرأة تكون ممكنة سياسيا أو نسعى إلى تمكينها سياسيا وخاصة في مرحلة راهنة وسوريا تتجه نحو الحل السياسي أن تكون وبالأخص نازحات منطقة عفرين طبعا نتيجة الاحتلال التركي لمنطقة عفرين ويهمنا أن نقف معا على الانتهاكات الممنهجة التي تحدث في منطقة عفرين بحق المدنيين وبحق المرأة بشكل عام وأهلا وسهلا.